بينما الناس في عواز نسمع تصاريح متضاربة من وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار حول البطاقة التمويلية. المشرف السابق على ملف إدارة لبنان للأزمة الدكتور عاصم أبي علي عرض لصوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي أبرز ملفات دعم الفقراء في لبنان. بداية موضوع الـ 36,000 هو مشروع استهداف الأسر الأكثر فقراً الـ NPTP، وهو هذا الرقم يلي وصلنا له بالحكومة السابقة على أيام الوزير مشرفية، يلي اتخذ القرار باللجنة التسييرية بإعطاء المواطنين المساعدة بالدولار الأمريكي تلبية للحاجة أكيد، واستجابة للقدرة الشرائية اللي بتزيد مع الدولار، ونحن دائما كان توجهنا أنه نعطي المساعدات بالدولار. هلأ موضوع برنامج استهداف الأسر الأكثر فقرا، للأسف في تمويل من الجهات المانحة من الاتحاد الأوروبي، من ألمانيا ومن غيرها من الدول مثل كندا مثلا، بيكفي ل 75,000 عائلة، ولكن هذا الرقم ما وصلت له بعد وزارة الشؤون، لأنه بحاجة لتعمل تقييم لأكثر من 120,000 عائلة بأسرع وقت ممكن. هذا العمل كان لازم يتم من قبل، للأسف ما صار، في كثير عراقيل كانت عم بتحيل دون أنه يصير. في الشق الآخر هو مشروع القرض من البنك الدولي، يلي كمان ما بنعرف ليه يتأخر لهيدا الوقت بالتحديد لينطلق سوا مع البطاقة التمويلية، وتم إطلاق البطاقة التمويلية بواحد ديسمبر، للأسف من دون أي تبرير ليصار التأخير لأكثر من شهرين ونص على المواطن اللبناني من 15 سبتمبر لحد 1 ديسمبر، من دون يعني أي تعديلات جوهرية على اللي كان موجود، يعني نفس الموقع، نفس الأسئلة، نفس المعايير، نفس كل شيء كان معد سابقا من الوزارات السابقة مع التفتيش المركزي والبنك الدولي، ما صار في أي تعديل، وبالتالي هذا التأخير مين حيدفع ثمنه؟ المواطن اللبناني الفقير للأسف.